مرحبا، لقد وصلت البيتزا. أوه مرحبا سيدتي، تفضلي البيتزا التي طلبتها. أتمنى لك يوما سعيدا. أجل، تغلب القرش على السيارة. حاضرا، ذهبت لفتح الباب. أوه بيتزا، إنها المفضلة لدي. يامي، تبدو شهية. أحب البيتزا كثيرا. حسنا، أريد هذه القطعة، تبدو الأفضل من بينها. أوف، هذه البيتزا عالقة، لا يمكنني إخراجها. يمكن أن تساعدني أمي. أو إنها تتحدث على الهاتف. لا بأس، سأنتظرها حتى تنتهي. أمي، أريد أداة تقطيع البيتزا. ليس الآن يا ديفيد، فأنا أتحدث على الهاتف. لكني أريد البيتزا الآن. أنا جائع جدا، بل أتضور جوعا. بيتزا. أنا قندس الآن وسألتهم هذا الصندوق. ستبرد البيتزا، ليتني أستطيع تقطيعها. هي دراجتي الرائعة، تبدو كأداة تقطيع البيتزا. انظروا إليها وهي تدور. حسنا يا دراجتي، أنا بحاجة إليك. بروم بروم، ياي. هيا أيتها الدراجة، انطلقي. اقطعي كل البيتزا وأنقذي يومي. ياي، قطعت البيتزا، ويمكنني تناولها أخيرا. يم يم يم. أحب البيتزا كثيرا. أوه مهلا لحظة ديفيد، هل تناولت البيتزا كالأولاد الكبار؟ بقيت بضع دقائق من الفسحة، لما يعني أنه يمكنني الأكل. رائعة، أحضرت حلوياتي أيضا، أنا متحمسة لأكلها. أوه انتهت الفسحة. مرحبا، ضعوا الأكل في حقائبكم. عظيم، لا خيار أمامنا. هل حللتم الواجب؟ تبدو مشغولة، سأتناول لقمة صغيرة فقط. المعذرة، الأكل ممنوع في الحصة. كنت أتأملها فحسب. أين كنت؟ كيف تفعل روزي ذلك؟ إنها عبقرية. حيلة الكم الكلاسيكية، كان طعمها رائعا. لا يمكنني فعل ذلك بالكاب كيك، أين يمكنني إخفاؤه؟ هل يمكنني استخدام فرشاة الشعر؟ سأحاول. ماذا؟ سأريك سرا. هل تفكرين بما أفكر به؟ إنها فكرة رائعة. أزيل الشعيرات من الفرشة، ثم ضع الكب كيك مكانها. أتذكرين هذه الحلوى؟ انكسرت الأعواد ووضعتها في الكيك، فستبدو مثل شعيرات فرشة، لن تشك بأي شيء. يسيل اللعاب من فمي. ماذا؟ ماديسون، أماسط شعري فحسب، أترين؟ أوه، أحتاج لنظارة جديدة، أنا متأكدة من أني رأيت كاب كيك. بالعافية. لا حاجة لانتظار الفسحة، عندما أستطيع الأكل في الصف. أحسنت يا فتاة. هاي، ألا نكشف عن الأطباق؟ لا يمكنك التوقف يا توماس. ما زلت ألعب. واو، لم أرى من قبل شيئا كهذا، لكن أظن أني أعرف ما علي فعله. يما، كأسناني الجديدة. أوه توماس، كالقشور الصينية الجديدة. هذا سخيف. لا، يا له من شيء مضحك. أنا بخير، على الأقل أتمتع بأسنان. سيؤلمك هذا غدا. دوري الآن. انظروا لهذا الشيء المجنون، كزجاجة المقويات. أحمر ياقوتي، اللون المفضل لدي. وها هي الحبيبات الحامضة هنا، لا مانع بغمسها. جرعة كبيرة من السكر، أعشق هذا الشيء.
شهي. توماس تبدو كطفل عملاق. ها كنت أمزح. أريد أمي. أوه هذا أفضل. الأطفال بحاجة إلى عناية صحيح؟ أنت الأكل ممنوع. هيا عودي بعد التخلص منها. حسناً هل تخفي أي شيء؟ أوه يجب ألا يرى حلواي. أوه قلادته ألهمتني بفكرة. أجل ستنجح هذه الحيلة بالتأكيد. يا للروعة لدي قلادة جميلة ولذيذة. ماذا لدينا هنا؟ يمكنك الدخول يا آنسة. مرحى دخلت الحفلة. سأتناول لقمة بسرعة. هل أكلت قلادتها؟ رأيت ذلك؟ هل يمكنك مشاركتنا مجوهراتك؟ أكيد تفضل. شكرا طعمها رائع. أحب بسكويت أوريو خاصة عند فصله إلى جزئين. تناول الكريمة أولا أفضل طريقة لتناول هذا البسكويت. والآن سأعيد البسكويت لأني لا أرغب بتناوله. حان وقت تناول الأوريو. ماذا حدث لهذه؟ أين ذهبت الكريمة؟ توماس ما الذي أراه؟ هذا مؤسف. من يسهو يخسر. يا إلهي يا لك من. على الأقل لا يزال لدي مارشميلو طري. مهلا خاطرت لي فكرة. انظر أيها الأبله إلى ما يمكنني فعله بقوة عقلي. عقلي مذهل حقا ويمكنه جعل كريمة البسكويت تكبر. كيف؟ كيف فعلت ذلك؟ قلت لك يجب أن تستخدم قوة عقلك. أعني أعتقد أن بإمكاني أن أجرب. اكبري أيتها الكريمة، اكبري كي ألتهمك. لم تنجح. هاي نسيت استخدام أصابعك كما أريتك. أوه صحيح سأفعله ثانية. هيا أيتها البسكويتة امتثلي لطاقتي الذهنية. أوه تفتتت البسكويتة. هاها حطمت البسكويتة بامتياز. انظر لهذا. إنها مجرد قطعة مارشميلو استخدمتها لخداعك. ألست أذكى فتاة؟ لا بأس. هيا تحركي يمينا. سأهزمك يا لز. لا أجل وانتهينا. قربت غصتي على الانتهاء أيضا. بقيت واحدة. ربما تفوز بها الفتاة الأفضل. هيا بالتأكيد. تمام من فيكم سيبدأ؟ لما كل هذا التوتر؟ هيا اتركيها. لقد رأيتها أولا. أعطني إياها. على جثتي لا يمكن تدبر هذا. لا أصدق لقد فزت. هذا ليس عدلا. أخالفك الرأي. لي شيء الآن. يا له من مساء سبت سيء. لو كان بوسعي تغييره. في الواقع ربما أستطيع. علي فقط تسخير مواهبي في الطهي. هيا بنا. سأملأ وعاء بصودا الليمون وأضيف بضع قطرات من ملون الطعام وأحركها لخلط المكونات. أجل سأحركها هكذا. جيد حان وقت الجيلاتين. وبمجرد أن تضع المكونات نقلبها حتى يمتص الجيلاتين. عندما تصبح بهذا الشكل نأخذها إلى الثلاجة.
سنحضر صينية مكعبات الثلج ونسكب الخليط بكل خانة هكذا، ثم نضع الغطاء ونحقن ما تبقى منها كي تمتلئ الكرة بالكامل. أجل بهذه الطريقة. بعد أن نضعها في الثلاجة لبعض الوقت ستبدو بهذا الشكل. وللخطوة التالية ندخل بها العيدان، تشبه مصاصات الجيل الصغيرة. هيا سأرى ماذا ستقول لازي عند رؤيتها. هل تستمتعين بهذه المصاصة؟ قررت صنع البعض منها بنفسي. شرفت على الانتهاء من هذا. كلا، إنها شديدة التسلط. حان وقت المصاصات. تبدو جيدة، ها؟ مذاقها أجمل. أنا بارعة في الطاي. غرورة. أحتاج إلى تعديل مكياجي فحسب. يمكن لحاجبي أن يكون بشكل أفضل. يحسن الحظ معي قلم الحواجب. أو كلا، أحتاج إلى الوصول إلى الصف. لا يمكنني التأخر مجدداً. مرحباً، كيف حالك؟ يا إلهي، عليك رؤية بابي. ما خطبها؟ أوبس، احذري. كتبي. لا بأس، سأساعدك. تفضلي. أوه، علي الهرب. حسناً، كان ذلك غريباً. هل لدي شيء عالق بين أسناني؟ لا أعتقد ذلك. تفقدوا هذا جميعاً. واو، وكأن هناك دودتان تعيشان على وجهك. هذا قاس قليلاً. عذراً، أظن أن هذا الصف الخطأ. اهدأوا، انتهى العرض. أين جهبي؟ أنت ذا، أسرعي. أنا أسفة للغاية، لن تصدقي ما حدث أبداً. هذا مظهر مثير للاهتمام. عليك رؤية هذا. تستحيل، حاجبي هائلان الحجم. دعيني أساعدك. ارسمي خطاً مماوجاً على حاجبيك، ثم ارسمي الشكل الخارجي لحاجبك، ثم ابدأي بملء الفراغات. يعطي هذا انطباعاً لأن لديك حاجبين عريضين. والآن استخدمي فرشاة الحواجب لتعدلي اتجاه الشعر كما أنه يبقي الشعر في مكانه. ها نحن ذا، هذا أفضل بكثير. ما رأيك؟ أبدو طبيعية. واو، شكراً. لا تنظر إلي، يبدو أن إحداهن تحتاج إلى مساعدتنا. يمكنني تولي هذا. مرحبا إيما، أتريدين واحدة؟ أوه، هيا أيها الكيس الغبي، يبدو مغلقا بإحكام. دعيني أحاول لنرى من هنا. هذا الشيء مغلق بقوة. لا أظن أننا سنتناول الشيبس اليوم. طيب، حصلنا على ما نريد نوعا ما. ما الذي حدث؟ لا أريد تنظيف هذه الفوضى، لذا سأكلها. كأني استحممت برقائق البطاطس. طيب، انتظري دقيقة، يمكننا تنظيف كل شيء إلا إذا. هذا شيء متعدد الاستخدامات أكثر مما كنت أعتقد. سنأخذ هذه القطعة البلاستيكية لكيس المنازل المبللة ونحضر كيس الرقائق لنلصق عليه القطعة البلاستيكية لنحصل على كيس رقائق آمن الاستخدام. أو إيما، لازلت جائعة؟ لا يمكنني حتى النظر لهذه الأشياء، لكن هذا الكيس مضاد للانفجار. كم هذا ذكي؟ لنرى كم سنكون سريعتين بتناوله. كان هذا الأسبوع جنونياً. بلا شك نستحق الليلة تناول البيتزا. كان الحجم الكبير خياراً موفقاً. انظري إلى هذا الجبن الذائب، لا أطيق الانتظار أكثر. حتماً لم يقطعوا هذا الشيء بضمير.
أكيد قطعة غبية. هذا سخيف. خطرت لي فكرة. سألت تايموها بعد ثانية واحدة. حان الوقت لتناول هذا الشيء. هاي، هذه السكين لا تقطعها. ليست هذا كما ظننت. حان وقت السحب. البيتزا خاصتي. أوه لا، لم أكن أريدها بطعم الكلاب. هذا مقرف. إلا إذا كنت ترغبين بالقليل من القرمشة. لا، بالطبع لن آكل هذا. على اللحظة، أتفكرين فيما أفكر فيه؟ سنحضر علبة التونة ونندع منها الغطاء، ثم نستخدم مثقاباً كهربائياً لصنع ثقب في المنتصف، ثم نحضر مسطرة معدنية ونجعلها متسقة مع الثقب، ثم نستخدم مسماراً لولبياً للتثبيت. سأستخدم يدي للفه حتى يصبح مشدوداً وثابتاً، وسأجلب صمولة وأثبتها بالمسمار. رائع! تسألون عن الخطوة التالية؟ لقد صنعنا بهذه الطريقة أداة لتقطيع البيتزا، والآن يمكننا التقطيع بسهولة. إنها أفضل حتى من تقطيع مطعم البيتزا. بسرعة، إنها تبرد. رائحتها الشهية تستحق الانتظار. هذا أكيد، فعلتها ثانية عبقريتي في التقطيع. وافتحوا أعينكم، طبقي كبير جدا حتى أنه لا يمكن تغطيته. أوه، يبدو أني سأحصل قريبا على بعض النودلز. كنت محقا، انظري لهذه النودلز الشهية، رائحتها طيبة أيضا. أنا متحمس جدا، حان وقت استخدام عيدان الطعام هذه. سأحاول الإمساك بأكبر قدر منها. أوه، لا أتقن استخدام عيدان الطعام. أظن أن عندي فكرة. ما الحاجة لعيدان الطعام إن كان بالإمكان استخدام الخفاقة الكهربائية؟ أجل، لفي كل هذه النودلز. هذا ما أتحدث عنه. أصبح تناول النودلز في غاية السهولة. طيبة حقا. واو، لقد أبدعت يا توماس. يا ترى على ماذا حصلت؟ ماذا؟ نودلز صغيرة؟ أعني إنها لطيفة الشكل، لكن بالكاد أستطيع رؤيتها. طيب، أظن أنه من الأفضل استخدام عيدان طعام صغيرة. صحة وعافية. تناول طعام المصغر أمر صعب، خاصة باستخدام هذه العيدان الصغيرة. إنها أكبر كمية نودلز تناولتها في حياتي. أوه، انتهت. أتمنى لو كان هناك المزيد. أوه، بقي لدى توماس الكثير من النودلز. سأخذ القليل منه. أشعر بألم في المعدة. أظن أني سأتقيا. أوه، طيب. أعتقد أن علي تجنب هذه النودلز. مؤكدة لأنك معي يا سيد دب. هل عشاء؟ هل أنت جائعة؟ سأتركه هنا، يمكنك تناوله عندما تستيقظين. أوف، طعام المستشفى السيء. سيكون طبقا فظيعا أيضا. حسنا، سآكله. شكرا. هذه أنا جينيفر. مرحبا، تناولي طبقك. هذا؟ حسنا. ما نوع هذا اللحم؟ ما رأيك؟ هل هذه شوكولاتة؟ مفاجأة. أولا أحضر شريط علكة وقص بضع قطع منه، ثم اقطعها إلى نصفين بدقة بهذا الشكل. اخلط القطع معا، وضعها على طبق، ثم أحضر شوكولاتة مدورة وضعها بجوار الباستا. تبدو جيدة. علكة.
يبدو المكان آمناً. تمام، ماذا سأكل أولاً؟ الخيارات كثيرة، هذا مشوق. هل ستأكل كل هذه الحلويات لوحدها؟ يا لجمالها، واو! ماديسون، نعم، أريد واحدة فقط، عظيم! الأوريو من نصيبك. شكراً. أما أنا سأتناول هذه الحلوى. ما الأمر؟ أرجوكِ. حقاً؟ تمام، لا بأس. أنت الأفضل يا ماديسون، لكن لم أنتهي بعد. ماديسون، ماذا الآن؟ لا، هذه النظرات البريئة تقضي علي، لا يمكنني قول لا لها. تفضلي. التوت الأزرق، إنها نكهتي المفضلة أيضا. لم يبقى أي شيء لي، استحوذت روزي على كل مخزوني. ماذا يحدث لي؟ مهلا، أجل العيكة، إنه لذيذ. ماذا؟ لا يوجد شيء هنا. طيب، هربت بجلدي، يجب أن أخفي هذه العلكة. قد يساعدني كريم اليد. حان وقت تعديل الملصق. هل لديك كريم؟ انزعي الملصق منه وضعيه على الحلوى. لن تشك أبدا في أنها علكة. أشعر أن يدي جافة، سيرطب هذا الكريم بشرتي. ما الذي تفعلينه؟ ماذا؟ إنه مجرد كريم، انظري، إنه دبق قليلا، لكن لا بأس به، افعلي ما يحلو لك. يا إلهي، كيف سأزيله الآن؟ المتعة في مشاهدة فيلم بدون الفشار، وهذا المفضل لدي. يجب أن أعده أولا. ألم يكن معي واحد جاهز من قبل؟ أعتقد ذلك. أهلاً، هذا ليس جاهزاً أيضاً. الآن ماذا سأفعل؟ علبة أخرى، من وضعها عالياً هكذا؟ لا، إنها تمطر حلوى يا ناس. يا إلهي، تبعثرت في كل مكان، إنها من فوضى. لا، وصلت للمقلاة. هل هذه عاصفة من الحلوى؟ لم أرها وهي قادمة. أوه، إنها في كل مكان حرفياً. مكانها ليس هنا بالطبع. أعتقد أن فيلم الليلة قد تأجل. هل سأنظف المنزل في ليلة الجمعة؟ يا لحظي السيء، لا يزال بوسعي إعداد وجبة خفيفة. ولدي فكرة رائعة، يمكن لهذا الفشار أن يكتسب لوناً جميلاً. سأعده في المقلاة كالمعتاد، ستبقى حبيبات الحلوى هذا. نجحت، نجحت، وذات رائحة جميلة. سنحصل على فشار ملون. سأبدأ بالحمراء. أتعتقدون أنها بمذاق حبيبات الحلوى؟ هناك طريقة واحدة لمعرفة ذلك. أنقذنا ليلة الأفلام. من لا يحب الحول هوب؟ تحتاج إلى استراحة ووجبة خفيفة على ما يبدو. لا أحد يراني، سأتناولها على السريع. أجل، لا أستطيع الانتظار لأكلها. لا تكتمل النقانق بدون الكاتشب. يا ويلي، ماذا تحملين في يدك؟ أنت تعرفين القواعد. أخذتها في آخر لحظة.
أوف، حصة الرياضة. أهلا، يمكنني إخفاء النقانق بسهولة. أولا سأتخلص من هذين المقبضين، ثم سأضع أنبوبا بلاستيكيا في الحبل. سأستخدم هذه الحبة. اغرس الأنبوبة في حبة النقانق بالكامل هكذا. لا تنسى الطرف الآخر. سأجرب هذا الحبل الآن. نجحت الحيلة. أنا أتمرن، أترين؟ واصل العمل. انطلت عليها الخدعة. أهلا بالبروتين. ماذا؟ الجياع يفكرون بنفس الطريقة، صحيح؟ حسناً، التحدي التالي. حصلت على مصاصة خضراء. آمل أن يكون طعمها حلواً مثل شكلها. حلوة طعام كالتفاح الأخضر. آمل أن أحصل على مصاصة أيضاً. حصلت على بيضة. لا أظن أنه يمكنني أكلها. لحظة، أظن أن هناك شيئاً داخلها. ما هذا الضوء؟ أوليفيا، أين أنت؟ كلير، قمت بتصغيري. كيف تجرأت؟ أنا آسفة، سأعيدك إلى طبيعتك. سأرج البيضة قليلاً، سيحل هذا المشكلة. أنا حرة، لكني أصبحت وردية اللون. المصاصة وردية أيضاً، إنها من نصيبي. يا سلام، إنها مثل سحابة فراولة منفوشة. هذا الكتاب شيق. رسالة. سيأتي بعد قليل، يجب أن أستعد. ها هي حقيبة مكياجي. سأبدأ برشة عطر. رائحتها مثل الورد. هذا أيضاً أحمر الشفاه. سيكون هذا صعباً. سأفتحه بأسناني. هيا ببطء وبثبات. نجحت. لماذا وضعه صعب للغاية؟ أظن أنني انتهيت. مناخ ده أبدو مثل مهرج. لابد أن هناك طريقة أسهل. قد يساعدني خيط تنظيف الأسنان. لدي فكرة لاستخدامه. سأفرك الخيط على أحمر الشفاه. سأغطي كل الخيط بأحمر الشفاه، ثم سأضعه على شفتي. أولاً سأرسم شكل إكس في المنتصف، ثم سأحدد شفتي. سأكرر نفس الخطوات على الشفة السفلية، وبعد ذلك سأملأها بأحمر الشفاه. واو، شكلي مرتب. مرحباً، كيف تشعرين؟ تبدين رائعة، أحضرت لك بعض الأغراض. شكراً. مستعدة؟ انظري إلى كل هذه الطبقات. هل هذه كريمة فانيلا؟ لا أعرف، هناك طريقة واحدة لمعرفة الإجابة. سأتناول لقمة كبيرة. ها هي، انظري إلى وحش الألوان هذا. انتبه يا جوي. أجل، كريمة فانيلا. تبدو رائعة. ربما ينتظرني شيء رائع أيضاً. دولار؟ ما الذي يفترض بي فعله بهذا الدولار؟ لا يمكنني شراء أي شيء. واو، أجل. أريد تذوق هذه النكهة من فضلك. حاضر. لحظة، هذه. كلا، البنفسجية. في الواقع، لما لا تفعلين ذلك بنفسك؟ سأختار التوت الأزرق، يبدو لذيذا. لكن لما الاكتفاء باللون الأزرق فقط؟ تبدو نكهة الفراولة شهية. سيكون طعمها جيدا مع التوت الأزرق. حسنا، ها هي الطبقة الثالثة. ربما يمكنني إضافة طبقة أخرى. لم يسبق لي رؤية هذه النكهة. تبدو كتحفة فنية. بالهناء والعافية. يا للهوى،
أرى تلك الحجارة. أين ذهب الآيس كريم؟ ضاع كل تعبي. يا إلهي، يا للهول، يبدو أن الآيس كريم هبط على رأسك. آسفة يا جوي. هذه لذيذة، يمكنني تناولها طوال اليوم. عدت شيئا أيضا، إنها مثالية فحسب، تبدو لذيذة للغاية. ما هذا؟ كلا، أعطني هذا. أين ذهبت؟ لا يمكنك أكل الرمل. مهلا، تفضلي خذي هذا. أوه، شكرا أبي، كان ذلك مشيكا للغاية. ما الموجود في جيبي؟ لدي فكرة. تدا، مرحبا بكم في مطبخ الأب. لدي خلاط والكثير من البسكويت. لنبدأ الطبخ. تضع البسكويت في الخلاط وسأفرم. انظروا إلي، يا لها من رائحة. والآن سأسكبه على هذا الطبق. سي في هذا طبق كلاسيكي آخر من الأب. وداعا. ثاني، لدي شيء لأجلك. أعطني إياه. تفضلي. إنه يبدو كرمل تماما ويمكنني تناوله. يعجبني هذا. لا، كلا، أنا أرجوك. طيب، النكهة المفضلة لدي، جربيها. يمكنني تناول الكيس بأكمله. انظري ما أجملها، وردية للغاية. لكن قبل تناولها جميعا سأجرب شيئا ما. أترون هذه الحبة الصغيرة؟ يمكنها عمل أشياء رائعة. ولن ننسى الماء. اكبري يا حبة الجيلي، هيا اكبري، سننتظر الآن. واو، لقد نجحت فعلا، نباتي الخاص لغزل البنات. رائحتها شهية. لذيذة فعلا. أجل، هذا واضح. وأنا أحب الصودا بالعنب. لنفتح هذه العلبة. بصحتي. أوه، هذا شيء حامض جدا، دعوني أرى. إنها نقية كالماء. لا عجب أنها ليست حلوة المذاق. لما لا نضع بها هذا الشيء؟ غزل البنات، ستمتص السكر مباشرة. أترين، بدأت الفقاعات والظهور. واو، تحولت للون الوردي. دعيني أجرب. مرحبا أيها الشراب الوردي. هل أنت بخير يا نعومي؟ أحتاج لمساعدتك في شربه. بصحتك يا فتاة. لم يدم هذا الشراب طويلا. أوه، جرعة من السكر. قف مكانك، ما هذا الشيء؟ إنها كرة الديسك الجديدة. حسنا، يمكنك الدخول. أوه، لماذا أحضرت كرة ديسكو أخرى؟ أوه، إنها ليست كرة ديسكو، سأريكم. أولاً، أحضرت ثمرة بطيخ صغيرة ورششتها بطلاء فضي صالح للأكل. حرصت على تغطيتها بالكامل. بعد ذلك، أحضرت مربعات قصدير صغيرة وألصقتها على كافة أنحاء القشرة حتى أغطي البطيخ بالكامل. ويا للروعة، النتيجة النهائية. من يريد بعض البطيخ؟ واو، إنها طازجة. يجب أن نحافظ على رطوبة أجسامنا للرقص طوال الليل. توقف، ما الذي تحمل؟ إنها كرة الديسكو الجديدة. أنا عامل الإصلاح. لكن إن كنت أنت عامل الإصلاح. يا لها من غريبة أطوار. هذه أغنيتي المفضلة بلا شك.
ماذا حدث للأضواء؟ هل أنا في خطر؟ مهلاً، ماذا كان ذلك؟ من هناك؟ مرحباً، هل أنت مستعدة للاحتفال؟ ياي! لا أصدق، أهذا موسيقى الجيتار. هذا مذهل، أحب عملي كثيراً. أوهو، أحتفل مع فنانتي المفضلة. أنتها؟ أجل، حان الوقت لأشق طريقي إلى الداخل. نعم، أين ذهبت؟ هو يا إلهي، لقد نجحت، كان ذلك في غاية السهولة. والآن سأخرج مكياجي، حان الوقت لوضع ملمع الشفاء. والآن إنه وقت الاحتفال. توماس، هناك نار. مغفل. أوه، نكهة الشاي الأخضر المفضلة لدي. من منا لا يحب البوكي؟ هل أنا محظوظة أم ماذا؟ لا أرى شعلة واحدة. طيب، أنا آسفة. هذا أفضل مما توقعت. يذكرني هذا بالعشب المقطوع حديثاً في منتصف يوم صيفي حار. أين هي؟ تينا، مرحبا. لا يهم، سننتقل إلى الأشياء الأفضل. تادا، هذا طبق مثير. طفاية صغيرة، تمام. وحبة فلفل حار كبيرة، سأجرب. يصبح الجو حاراً الآن. ليساعدني أحدكم، أطفئوا تلك النار. أوف، لن أتناول هذا مجدداً. لذيذ. أنت شخص غريب يا توماس. انتظري، لنفتح طبقينا معاً بعد العد لثلاثة. واو، حصلنا على ملقطي حلوة. شكل الملقط رائع، لنجربهما معا. هذا ممتع للغاية، لكن حان الآن وقت الحلوى. حلواي بالفراولة، نكهتي المفضلة. لم أعلم أن هناك حلوى أيضا. ما نكهة حلواي؟ كولا، طعمها مثل الكوكاكولا، لذيذة. من أين جاءت هذه؟ هناك كومة منها، أتعلمين ما يعنيه هذا؟ حان وقت استخدام ملقطينا. هذا صعب، يمكنني ذلك هذه المرة، أنا واثقة. لا، تباً، كنت أمسكها، أحتاج هذه القطعة فقط. هذا مستحيل، لا يمكن فعلها. ببط ببط. أوه، نجحت، أمسكت واحدة أخيرا. إن استطعت فعلها فيمكنني ذلك بالتأكيد. أجل، ربحت، أنا الأفضل. لا تحزني يا خاسرة. أوه، لا يهم. هيا ابدأي أنت. طيب، رائع، مذهل. انظري لزينة الحلوى هذه، وهناك المزيد من كرات العلكة، يمكنني عدها. أمسكي هذا، سأتركها تتجول بحرية. هكذا، يمكنني أن أغمس بها كرات العلكة. هزيها ودوريها. كل شيء وردي هنا. سأبدأ بتناول هذا الشيء. شهية فعلاً. ليتني حصلت على واحدة. لعلي حصلت بالفعل، أو ربما الأفضل من ذلك. أوه، إنها صلبة كالحجارة. خذي، لدي المزيد، سيجعلني هذا بحال أفضل.
لا بأس. بالمناسبة، ما هذا الشيء؟ ليس طعاماً، بل فقاعات. ناومي، انظري. واو، هل هذه فقاعات؟ استمري يا إيما، ما أجملها. سأفجرهم جميعاً. أيمكنني أن أجرب الآن؟ 1، 2، 3، أنفخي. هذا أفضل من الطعام بكثير. لنصل إلى 100، هيا. أظن أني أستطيع. واصلي يا صوفيا، هل تريدين بناء عضلاتك أم لا؟ لا تفكري في التذمر، هيا. هل من الطبيعي أن أتعرق بهذا القدر؟ اقتربتي. أشعر أني أحتضر. حسناً، راحة لخمس دقائق. أوف، كان ذلك قاسياً. أخيراً سأروي عطشي. أو أسفة. مهلاً، هل هذا حديد؟ هناك حلواً في الطرف. أو هل يمكنني تذوقها؟ انتظري. هذه أروع مصاصة رأيتها في حياتي. سأبدأ من هذا الطرف. واو، يسيل اللعاب من فمي. إنها بنكهة التوت. إنه قادم. واو، أحسنتما، واصلا. أنا أحسب الوقت. هل وسيلة مثالية لتهريب المصاصة؟ أجل، واصلا. أفضل تمرين في العالم. ماذا تقول؟ أين أنت؟ آسف، أنا في طريقي الآن. كلا، انظروا إلى كل تلك الألوان. أنا أرتدي الأبيض فحسب. من المستحيل أن يدعوني أدخل. كلا، أوبس، هذا سيء. مهلا، هل هذا أنت هناك؟ أنت، هل بإمكانك رؤيتي؟ علي فعل شيء سريع. هناك مكان أختبئ فيه؟ سلة القمامة؟ هذا أسوأ خيار على الإطلاق، لكنه خياري الوحيد. حسناً، ها أنا ذا في سلة القمامة. أعتقد أنني مخطئة. كان ذلك وشيكاً، لقد كادت أن تراني. المكان مقزز هنا. ما هذا؟ انتهت مسيرتي الفنية رسمياً. ماذا؟ ما الذي يوجد بالداخل؟ مستحيل، جليتر. حسناً، لدي طبق وعلي سكب الجليتر فيه. هذا اللون الأحمر جميل، أحتاج إلى عمل خط. ثم سأضيف الجليتر الذهبي، سأسكبه خارجاً، واللون الثالث أخضر رائع. ثم كل البقية. حان وقت وضع يدي على كل ذلك الجليتر. انظروا إلى هذا، إنه لامع جداً وبراق جداً. لنخرج من سلة القمامة، والآن يداي. أجل، ومع نظارة لطيفة سيكتمل المظهر. حان وقت الوصول إلى هذه الحفلة، خصوصاً لأنني قد تأخرت بالفعل. عزيزتي، آسف لأنني تأخرت كثيراً. لا أصدق أنك جعلتني أنتظر طويلاً هنا. أجل، لكن انظري إلى قميصي، لقد صنعت كل ذلك بنفسي. مستحيل، هذا مثير للإعجاب. نحن مستعدان للدخول إلى الحفلة. دعاني أنظر إليكما. حسناً، يمكنكما الدخول. توماس، انظر لهذا، رائع، أليس كذلك؟ أجل، رائع، لكني أحاول قراءة. طيب، هاي، انظر لهذا أيضاً، إنه أفضل حتى. لا يهم. ها، أوحى لي خيط الصنارة هذا بفكرة رائعة. حتماً لن يدري ما أصابه. جاهز، ربط الكوب بالمفتاح باستخدام خيط الصنارة. والآن سأسقط المفتاح في علبة الكولا. حان وقت سكب الكولا في الكوب. أهلاً، أجل، فقد أسكب الكولا في الكوب لشربها. قلت لك توقفي عن إزعاجي. ماذا؟ مهلاً، لحظة، توماس، ماذا هناك؟ كيف جعلت الكوب يطير؟ تمام، سأريك الطريقة. أمسكه بهذه الطريقة وأبدأ بسكب الكولا، وبعدها أفلته من يدي. لا!
حباً؟ ما الذي حدث؟ لم يحلق إطلاقاً. في الواقع تحتاج إلى مفتاح كي تنجح الحيلة. استوعبت ما فعلته؟ أوه ها ها مضحك فعلاً. إما هل نلعب لهذه الجولة؟ أوهو. إنها شريحة في غاية الصغر. ماذا عن طبقك؟ لم أحصل على شريحة واحدة حتى. واو، يبدو أني حصلت على كومة كاملة. انظري لشرائح اللحم والكثير من الجبن. فلتبدأ الوليمة. ماذا نالت كل هذا؟ أعتقد أني سأكل شريحتي البائسة الصغيرة. صحة وعافية. هو تباً، انظروا إلى ما تفعله. قد تعبت يداي. لا يهم، على الأقل حصلت على طعام. أوه، هل يصغر حجم هذه القطعة؟ فقاعات، ما أجملها. متى سأنفخ الفقاعات؟ هذا شيء ممتع فعلاً. إلى متى سأواصل هذا؟ ماذا؟ أو لا، إما، إما انهضي. أوه، ماذا حدث؟ هل غفلت وأنا أبشر الجبن؟ حان الوقت للمكافأة الكبرى. مليئة بالجبن. سيستغرق الأمر بعض الوقت. ها؟ تفضل يا ديفيد. أوه، يبدو هذا كوعاء مملوء بالطين. هيا الآن، إنه مفيد لك، جربه فحسبه. لا أعرف بشأن هذا يا أمي. مقزز، لا يمكنني تناوله. إنه مجرد حفنة من الوحل. ماذا عن تلك الكعكة التي هناك؟ أنا في مزاج ملائم لها للغاية. عليها كريمة تزيين كثيرة. كلا، بالتأكيد لا. واتتني فكرة، لطالما أحببت البرتقال. هذا ليس مثل كعكة يا أمي. كلا، شكراً. ربما لدي شيء آخر. الزبادي الغني بالبروتين. انظر إلى ما لدي من أجلك يا ديفيد. لا أعرف، لا أعتقد أنه سيعجبني. مهلاً، أعتقد أن لدي فكرة أفضل، لكنها ستتطلب وقتاً لتحضيرها فحسب. قشروا بعض البرتقال فحسب، ثم اسقبوه بسيخ خشبي. ضعه داخل كوب زجاجي كبير هكذا. الآن صبوا الزبادي المفضل لديكم. سيكون مذاق هذا رائع مع الفاكهة. ويمكنكم إضافة العدد الذي ترغبون فيه من النكهات. كنا نملأ الكوب هنا. الآن ضعوه في الثلاجة قليلاً. وخلال نصف ساعة فحسب ستحظون بتحلية لذيذة. أخرجوه ببساطة وانزعوا السيخ. ينبغي أن يظل متماسكاً من دونه. ثم اقطعوا هذا الشيء إلى شرائح. أليس جميلاً من الداخل؟ هذا أشبه بتناول الحلوى، لكن من دون السكر الإضافي. هل هذا إفطاري؟ هذا ما أردت الحصول عليه. رائحته شهية. أحضرت وعائي المفضل، كم هو جميل. مرحى، أدوات خفق. وأحضرنا الدقيق والحليب. هل أنت مستعد يا ديفيد؟ سنبدأ أولاً بكسر هذه البيضة في الوعاء بهذا الشكل. يمكنك فعل الشيء ذاته. أجل، يمكنني كسر البيضة أيضاً. حالاً يا أمي. كباو. أوه، هل فعلت ذلك بطريقة صحيحة يا أمي؟ لا بأس، علينا فقط سكب القليل من الحليب مع البيضة. حسناً، أسكب الحليب يا ديفيد. حسناً، أحب الحليب، سأضعه مع البيضة. أوه، لقد سكبه كله. حسناً، أعتقد أن هذا جيد. وقت إضافة الدقيق. سأسكب القليل في هذا الوعاء لخلطه. أوه يا إلهي، لم أستطع السيطرة على الدقيق. يا للفوضى، لا أصدق أنني أرتكب خطأ كهذا. لا تقلقي يا أمي، لدينا أداة الخفق هذه. انظري، سأضع أداة الخفق في كيس الدقيق. ماذا تفعل يا عزيزي؟
أوه يا إلهي، كيف فعلت ذلك؟ ثم سأضع الدقيقة في وعائي وأرج وأرج وأرج. يا إلهي، ولدي عبقري، سيصبح طاهيا ماهرا، أنا متأكدة من ذلك. هاو، طاهي محترف، ياي. وها أنا سأبدأ. مرحبا يا رفاق، اليوم أنا في المطبخ وأطوى بحماس شديد، على يبدو طبقي رائعان، أنا طاهي بارع. أوه، لم أحصل على أي إعجابات، ما الذي أفعله بشكل خطأ؟ مرحبا يا زيك، هل كل شيء بخير؟ ماذا حدث؟ لم يحب أحد فيديوهاتي. دعني أرى. أوه، هذا سيء. هاتف يا عزيزي. ظننت أنني أؤدي عملا جيدا. ربما يمكنني المساعدة. أعلم كيف أصلح هذا. ثق بي، أحتاج إلى لعبة الفقاعات هذا وبعض المارشميلو. سأملأ لعبة الفقاعات بالمارشميلو، وهذه آخر قطعة. سأملأ كيس تزيين بالشوكولاتة وسأضع منه على لعبة الفقاعات كلها. علي التأكد من تغطيتها كلها، والآن سأتركها لتتماسك. تبدو جيدة، سأقلبها وأزيلها من لعبة الفقاعات. نجرب هذا مجددا. انظر إلى هذا يا جيك. ماذا؟ واو يا أمي، كيف فعلت هذا؟ هذا مذهل، إنهم يحبونني. وأنا كذلك يا عزيزي، ويمكنك تناول هذا. حقا، شكرا، طعمها لذيذ. هاي، أنت أولا. تمام، لا بأس. فراولة قديمة، لحسن الحظ أنها الفاكهة المفضلة لدي. لكن هذا يعني أنك حصلت على الكثير منها. أنا خائفة بعض الشيء. ماذا لو كان حقلا من التوت الطازج؟ لن أنزعج أبدا. لم أتوقع هذا إطلاقا. إنه حفل غمس الشوكولاتة. أعطيني هذا الشيء. سأغمسه هنا. هيا بنا. انظري كم هي كثيفة. هل يمكنني غمس حباتي أيضا؟ شكرا، إنها مثالية، أليس كذلك؟ ورائحتها شهية. إنها أشهى مما ظننت. والآن سأغمسها أكثر. هل تظنين أن بوسينا وضع 100 طبقة؟ واو، سيستغرق هذا وقتا. أظن بأني سأنتظر هنا. هل هناك أي إيميل؟ وهو! أوبس. كم نمت؟ واو، 99 و100. إذن هكذا تصبح عند غمسها 100 مرة. هل يمكنني؟ هذا شيء صلب كالصخور. هيا، سأكسرك. يجب أن أضيع توثيق هذا. هذا رسم رائع. تفضلي وجبة خفيفة يا عزيزتي، إنها وجبة لطيفة وصحية ولذيذة. ما هذا؟ أريد حلوى. حسنا حسنا، دعيني أرى ما سأعثر عليه. ستفي هذه بالغرض، لكن مجرد واحدة فحسب. تفضلي يا صاني، لكنك لن تحصلي إلا على قطعة واحدة. شكرا أبي. خذي حبة عنب أولا. حسنا. أحسنتي. أجل، صحيح، وكأني سأكل هذا. أريد شيئا آخر. حلوة لذيذة، لن يعرف أبي أبدا. سأتناول المزيد من القطع، إنها لذيذة للغاية فحسب. كلا، لقد أكلتها كلها. سيغضب أبي. ماذا فعلت؟ علي التفكير في شيء لفعله. أعلم ما علي فعله. حسنا أيها العنب، لا أحبك، لكن علينا العمل معا. أزيل الحلوى من غلافها واستبدلها بحبة عنب.
أخمط الغلاف حول العنب ولف الأطراف في النهاية لغلقها. افعلوا هذا مرة أخرى حتى تحصلوا على وعاء كامل. يبدو هذا مقنعا للغاية. سأضع الوعاء مجددا في خزانة المطبخ. أوه كلا، أبي عائد، تصرفي بطبيعية. ماذا يحدث هنا؟ أوه، هل أكلت العنب كله؟ أحسنتي، أخبرتك بأنه لذيذ. سأعود فورا. تستحقني مكافأة، سأعطيها المزيد من الحلوى. لقد أكلت كل العنب، لذا يمكنك أن تأخذي قطعة أخرى من الحلوى. شكرا. أتعلمين؟ قد أكافئ نفسي. أوه كلا، أرجوك لا تفعل. كلا، لست محبا للحلوى. أوه، ماذا سأفعل بهذا؟ عيناي منتفختان قليلا هذا الصباح. سيوقظني نفس النعناع المنعش على الفور. ألا يوجد أي معجون هنا؟ أخرج. سأدفعه من أسفل الأنبوب. نعم، جيد. لا، هذا كل ما تبقى. أظن أن أمامي خيارا واحدا فقط. أين منازل الحمام؟ هذه القطعة لن تكفي بكل تأكيد. كل شيء ينفد مني اليوم. كنت أعلم أنه يجب علي الذهاب إلى البقالة بالأمس. يا، هذا مقرف. لا مشاكل متوقعة أثناء الاستحمام، صح؟ لكن بعد الحمام قصة أخرى. هل نسيت تعليق مناشف نظيفة؟ هل ستارة الحمام تمتص الماء؟ هناك طريقة واحدة فقط لمعرفة الإجابة. حسناً، آمل أن تعمل. أتمنى ألا يراني أحد وأنا أعبر. صوفيا تستمتع بتناول إفطار. لا أستطيع الانتظار أكثر. مضحك جداً. من يأكل حبة بسكويت واحدة؟ هذا يعني أني حصلت على الكثير منها. اندبوا حظكم يا أصدقاء. ليس عدلا، لكن لم أفقد الأمل بعد. عندما أفتح هذا الشيء يمكنني تناول الكريمة والحصول على الحلوى المثالية. ناعمة جدا. لم أفعل هذا من قبل قط. فاتك الكثير، جربيها بنفسك. يمكنني فعل ما هو أفضل. مرحبا أيها الحلوى الكريمية، اذهبي لجارتك الحلوى. أزيل هذه الطبقات السيئة. واو، إنها ناطحة سحاب كريمية. أجل، إنها 100 طبقة وبقى لدي شيء واحد لفعله. التهامها. يا إلهي، كم هي شهية. الحياة ليست عادلة، هذا ما أظنه. أتمنى أن تصاب بالمغص. لدي مجموعة الفرش خاصتي وأقلامي. حسناً، أنا مستعدة. تفضلي بالجلوس. أوه جيد، أتطلع إلى هذا بشدة. يسعدني سماع ذلك. سنبدأ بقليل من مسحوق الوجه. ستبدين مذهلة. ما التالي؟ لون ظلال العيون هذا سيبدو رائعاً عليك. لا تتحركي، ابقي ثابتة. هذا يناسبك حقاً. هو نحتاج إلى الماسكارا. حسناً، والآن لنجعل شفتيك بارزتين. أحب هذا المنتج. إنه لا يخرج شيئاً. أعلم أن بداخله القليل. حسناً، هذا مزعج. أحب هذا العرض. هذا الرامي اللذيذ. هذا الرجل كريس، إنه يضحكني.
أنا متأكدة من أنه كان معي شوكة. ستؤدي هذه الغرض. ضع الأنبوبة بين أسنان الشوكة ثم ادفعوا الشوكة للأعلى. سيخرج منها ملمع شفاء. لن تضيع أي كمية من المنتج. ضع الملمع في حاوية. لا أحتاج إلى هذه بعد الآن. هذه الحاوية تجعل الاستخدام سهلاً للغاية. لا حاجة إلى المعاناة في ضغط الأنابيب. ويمكنني استخدام فرشاة المكياج لوضعه. كان علي التفكير في هذا مسبقاً. يبدو هذا رائعاً. أعتقد أننا انتهينا. ما رأيك؟ أنت موهوبة للغاية. شكراً لك. سأبهر الجميع بعشائي الفاخر. يكمن السر في استخدام مكونات طازجة. أوه، يبدو أن الدجاجة جاهزة. شهية. أوه، إنها جافة قليلاً، لكن لا يزال طعمها مشهياً. يمكنني إصلاح هذه المشكلة. لماذا لم يرن المؤقت؟ آه، غدرت بي أيها المنبه الغبي. يجب أن أفكر بسرعة. لدي فكرة، أنا عبقري. هلو، أريد طلب وجبة من فضلك. شكراً. كان ذلك سريعاً. شكراً جزيلاً. أوه، رائحتها زكية. أليست جميلة؟ تبدو مثل طبق قمت بتحضيره. ضيفتي. أوه، أشم رائحة طيبة هنا. لي؟ صنعتها بنفسي. إنها ساخنة، انتبهي. الأمر فوضوي هناك. ها؟ يمكنك قول ذلك. أظن أني شبعت، لكن طعمها لذيذ. اسمع، سأريك خدعة. مستعد؟ أحضر شريحة تورتيلا وقصها من المنتصف بهذا الشكل، ثم أضف حشوات متنوعة على كل ربع، مكونات أو صلصات. ثم اطوي كل ربع بهذا الشكل، طية واحدة في كل مرة. ممتاز، لن تسقط مكونات شطيرة التاكو الآن. تفضل، أليست لذيذة؟ لن تأكل التاكو بالطريقة القديمة بعد الآن. أو لا، بعد كل تلك المعاناة؟ أوه، هل أمي في طريقها إلى المنزل؟ ستقتلني إن رأت الفوضى التي تسببت بها. هذا يعني شيئاً واحداً فقط. حان وقت تنظيف هذا المكان، وسأبدأ بالأهم، مسح الأرضية. مهلاً، كيف حدث هذا من الأساس؟ لا، آمل أنه ليس ما أظنه. لا شيء أسوأ من تبلل الجوارب. يجب أن أواصل السير. أو يا له من شعور مقزز. لقد فعلتها بالكاد. حان الآن وقت الجزئية الممتعة. تحتاج هذه الأرضية إلى فرك جيد. أوه، هذا تمرين جيد. يا للهول، وأنا الذي ظننت أني أوشكت على الانتهاء. يجب أن أغسل الصحون أيضا. أنا مستعدة وجاهزة لغسلها. هذه المهمة مملة. هل يمكننا تسريع العملية قليلا؟ أوه، أنا سعيدة لأني انتهيت. لحظة، كيف لم أرها من قبل؟ وكأنه مهرجان تنظيف لا ينتهي. واو، أليست رائحتها شهية؟ أراهن أن مذاقها لذيذ. أوه، يمكن إزالة بقعة الكاتشب، صحيح؟ شكراً. وهذا القميص جديد أيضاً. أتمنى لو ارتديت مريالة لحماية ملابسي.